زوجي تغير علي، ما عاد مثل الأول، لا بيحكي معي مثل الأول، ولا بيغازلني، ولا بيطلعني معه وبيمسك لي إيدي، ولا بيحكي لي شو صار معه، وبينتقدني على أتفه الأمور، دائما عصبي وأخلاقه ضيقة، كل شي بيعمله معي واجبات وبدون نفس. أهله مع رفقاته مع أولاده أحسن مني، بيضحك وبيحكي وبيمزح. كل شي ذكرته بيعاني منه كتير من النساء اليوم، هو سببه واحد. لو نحنا دائما أي شخص بحياتنا وخاصة الزوج أو شريك الحياة نحط حالنا مكانه. حطي حالك مكان زوجك، في مشكلة بينك وبين رفيقتك ما عم تنحل، في مشكلة بينك وبين رفيقتك وتكررت أكثر من مرة نفسها، أو حتى دائما في مشاكل، دائما بشكل مستمر في مشاكل بينك وبينه وما عم تتفهمي معه، شو بتعملي؟ لو هالشي نفسه مع وحدة بتقربك أو أختك حتى، شو بتعملي؟ أنا متأكدة إنك رح تقولي لي رح بعد عنها، بطل قريبي منها. هاي إذا ما قلتي لي إذا كانت رفيقتك إنك رح تتركيها بشكل نهائي، وهيك بصير بين الزوجين الاثنين، بصير في عندهم نفور بسبب تعدد المشاكل نفسها أو بسبب المشكلة نفسها ما لقوا إلى حل. في بعد بصير بين الزوجين إلا من بعد المشاكل، ما في جفا إلا من بعد المشاكل. ببساطة لتتخلصي من هالمشكلة لازم تحلي كل المشاكل يلي برأيك لسه ما حليتيها، أو إذا عندك مشكلة وحدة تعالجيها، أو إذا كانت هي شيء من طبعك فحاولي تخففي منه أو تتخلصي منه نهائياً.